نواصل دروس الصرف موجهة لتلاميذ الثامنة من التعليم الأساسي. المحور الأول دائما وأبدا وهو اشتقاق الأسماء من المزيد، واليوم إذن سنتعرف على كيفية اشتقاق المصدر من الفعل المزيد، سواء كان إذن مزيدا ثلاثيا أو مزيدا رباعيا. ننطلق إذن من هذا النص. سئل بعض الحكماء: أي الأمور أشد تأييدا للعقل؟ وأيها أشد إضرارا به؟ فقال: أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجرب الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: التعجل، والتهاون، والاستبداد. سطرنا إذن في هذا النص المصادر المشتقة من أفعال مزيدة، وبالنسبة إذن للمصدر الأول هو تأييد، وإذن المصدر الثاني إذن هو إضرار وتأييد مرة ثانية، وإذا مشاورة وتجريب وتثبت إذا، وإضرار مرة أخرى، والتعجل والتهاون والاستبداد. لدينا جدول هنا إذا، وضعنا المصادر في واد، والأوزان، أوزان هذه المصادر في واد، والفعل الذي اشتقت منه هذه المصادر في واد، ووزن الفعل في واد آخر. إذن تأييدا تفعيلا، وهي من الفعل أيد على وزن فعل وهو مزيد بحرف، إضرارا إفعالا أضر وهو كذلك مزيد بحرف، مشاورة مفاعلة من الفعل شاور مزيد بحرف كذلك على وزن فاعل، ثم تجريب على وزن تفعيل وهو من الفعل جرب وهو مزيد بحرف كذلك، تثبت تفعل وهو إذن مزيد تثبت إذن تفعل مزيد بحرفين على وزن تفعل كما قلنا، وإذن التعجل على وزن تفعل كذلك مزيد بحرفين تعجل تفعل، وتهاون على وزن تفاعل وهو مزيد بحرفين من الفعل تهاون على وزن تفاعل، أما الاستبداد على وزن استفعال وهو من الفعل استبد استفعل. إذن ما هو المصدر؟ المصدر إذن هو اسم مشتق يدل على مطلق الحدث، هذا إذن هو المصدر. فإذا قلنا مثلا استبداد، فإذا هذه الكلمة ليست مرتبطة بزمن معين، ليست في الماضي ولا في المضارع ولا في المستقبل، وإنما إذا دلت على مطلق الحدث كما قلنا. ننتقل الآن إلى مسألة موالية وتتعلق ب شئتم أوزان الفعل المصدر، أوزان المصدر من المزيد، أوزان المصدر من المزيد. إذن أوزان المصدر من المزيد كما نرى هنا: وزن الثلاثي المزيد، إذن وزن الفعل أفعل والمصدر إفعال، فعل تفعيل، فاعل تفعلة وفعال ومفاعلة، انفعل انفعال، افتعل افتعال، تفعل تفعل، تفاعل تفاعل، وافعل فعلال، واستفعل استفعال، وافعوعل فعيعال، فعوعل فعيعال. وبالنسبة لوزن شئتم الرباعي، المصدر إذن من الفعل الرباعي: تفعلل تفعلل، وافعلل مثل اطمأن، إذن افعلال اطمئنان. هذا بالنسبة لأوزان إن شئتم المصدر من المزيد. نمر الآن إلى التطبيقات إذن، والتطبيق الأول إذن هو اشتق من الأفعال التالية مصادرها. الأفعال إذن هي: اسود، المصدر اسوداد، تولى تول وتولية، أقبل إقبال،
اندفع اندفاع، تبعثر تبعثر، واشتد اشتداد، واستوى استواء، وأوفى إيفاء، استقوى استقواء، انتظم انتظام. إذا انتظم انتظام، إذا انتظم نقطة فوق الضاء، إذا انتظم انتظام، انتظم انتظام، وتراحم تراحم، طارد مطاردة، اطمأن اطمئنان. هذا بالنسبة إذا لي شئتم التمرين الأول أو التطبيق الأول. التطبيق الموالي إذا هو ضع مصادر الأفعال التالية، أو عفوا صغ مصادر الأفعال التالية، صغ مصادر الأفعال التالية، إذا صغ مصادر الأفعال التالية، إذا صغ مصادر الأفعال التالية، هذا فعل في صيغة الأمر، إذا صغ مصادر الأفعال التالية وأدخلها في جمل مفيدة. الأفعال إذا هي خابرة، وهو مزيد بحرف على وزن فاعل، والمصدر هو مخابرة. الفعل الثاني قدم، وهو مزيد بحرف إذا على وزن فعل، ومصدره تقديم. ثم الفعل الموالي وهو رباعي، مزيد تقهقر تقهقر، وأنصف إنصاف، أنصف على وزن أفعل وهو مزيد بحرف، وإصفر اصفرار، وإصفر على وزن افعل وهو مزيد بحرفين. إذا مطلوب منا أن نصوغ أو أن ندخل هذه إن شئتم الأفعال في جمل، في جمل. خابر إذا مخابر، قدم تقديم، تقهقر تقهر، أنصف إنصاف، وإصفر إصفي إصفرار. نمر الآن إلى التطبيق الموالي إذا، وننطلق من جدول. إذا هذا الجدول، إذا كما نرى مطلوب منا أن نتم أو أن نتمم الجدول التالي وفق المطلوب. الفعل تلعثم وزنه تفعلل، وهو مزيد بحرف واحد، هو رباعي مزيد بحرف واحد، والمصدر تلعثم ووزنه تلعثم. تقوقع على وزن تفعلل، تقوقع وزنه إذا تفعلل مثل الوزن الأول. تضعضع على وزن تفعلل مزيد بحرف واحد، تضعضع وهو على وزن تفعلل. ثم اكفهر على وزن افعلل مزيد بحرفين، هو الألف إذا، وإن شئتم التضعيف هنا مزيد بحرفين، اكفهرار افعلال. وإذا تغطرس يعني ظلم على وزن تفعلل مزيد بحرف واحد، تغطرس تفعلل. وأخيرا اطمأن اف على لا اطمئنان افعلال افعلال. إذا نمر الآن إلى التمرين الموالي، وهو مطلوب منا أن نميز الأفعال الثلاثية المزيدة من الأفعال الرباعية المزيدة، وأن نصوغ مصادرها، أن نصوغ مصادرها. إذا بالنسبة للفعل الأول هو تجلبب على وزن تفعلل، طبعا المصدر هو تجلبب ووزن المصدر هو تفعلل. الفعل الثاني هو تباطأ على وزن تفاعل، من الفعل وزنه إذا نشيتم أو مصدره هو تباطؤ على وزن تفاعل. ثم تدهور وهو فعل رباعي مزيد بحرف، تدهور إذا على وزن تفاعل، المصدر هو تدهور وإذا وزن المصدر هو تفعلل. ثم الفعل اضطرم وهو على وزن افتعل، مصدره هو اضطرام على وزن افتعال. ثم الفعل الموالي إذا هو استوطن على وزن استفعل، وهو مزيد بثلاثة أحرف، وبالنسبة للمصدر هو استيطان على وزن استفعال. ثم الفعل الأخير إذا هو استجم، استجم، واستجم على وزن استفعل كذلك، والمصدر إذا هو استجمام على وزن استفعال. هذا إذا بالنسبة إذا لي نشيتم هذا الفعل المزيد. نعود الآن ربما لهذه الأوزان إذا، ونحاول إذا أن
نحفظها، حاولوا أن تحفظوا هذه الأوزان، يعني مصادر المتصلة بالفعل الثلاثي المزيد. إذا قلنا إذا المصدر هو اسم مشتق يدل على مطلق الحدث، المصادر المتصلة بالفعل الثلاثي المزيد ورباعي مجرد ومزيد قياسية. ما معنى قياسية؟ يعني خلاف المصادر المشتقة من الفعل الثلاثي المجرد، لأن فعل الثلاثي المجرد ليس لدينا يعني قاعدة ثابتة، وإنما تخضع المسألة إلى السماع. فإذا جلس جلوس، لعب لعب، لست أدري، كتب كتابة، مرض مرض. إذا ليست هناك قاعدة مثل ما هو الحال بالنسبة للفعل الثلاثي المزيد كما نرى. إذا فنحن مطالبون بحفظ هذه القاعدة التي أمامكم. إذا المصادر من الثلاثي المزيد، إذا أفعل إفعال، فعل تفعيل، فاعل لها ثلاثة أوزان، تفعيلة وفعال مفاعلة، انفعل انفعال، افتعل افتعال، تفعل تفعل، تفاعل تفاعل، وافعل افعلال، واستفعل استفعال، وافعوعل افععال. هذا بالنسبة للثلاثي المزيد. بالنسبة للرباعي المزيد لدينا وزنان، إذا تفعلل تفعلل، وافعلل افعلال. هذا الجدول لابد من حفظه. إذا هذا بالنسبة لدرس إن شئتم اشتقاق المصدر، إذا وأهم أوزان المصدر. ونلتقي، أتمنى إذا أنكم قد فهمتم هذا الدرس، وإلى درس لاحق إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم.